رح اتابع معكم محطاتنا قبل ما ننتقل لعند الشيف شادي. مش معقوله نقطع هيك من دون ما نمرق محطه سينمائيه وافلام بالسينما. This is what it's come to, huh? You are the only living soul I can tell my secret to. I painted every single one of them. ضمن افلام هالاسبوع فيلم البيوغرافي بيج ايز عن الرسامه مارغريت كين ونجاحها الباهر بالخمسينات ومشاكلها مع زوجها مع كريستوف وولز وايمي ادمز والاخراج لتيم بيرتن. You know I'm dying to write action. So do the rom-com and I will get الرومانتيك كوميدي Playing It Cool عن كاتب بيعيش مغامرات شخصيا مع كل قصه بيسمعها مع كريس ايفنز وميشيل مونيغان لوك ويلسون وتوفل جريس. Love isn't a thinking thing. It's a feeling thing. And this is what it felt like for me. Welcome to the law. والثريلر The Loft عن خمس رجال متزوجين بيقرروا استئجار شقة لوحدهم ولكن اللي بيكون ناطرهم بهاللوفت بيقلب هالتجربة لكابوس مع جيمس مارسدن وكارل أوربن. We all have our secrets. And I need that fire just to know. أول محطة مباشرة مع الشيف شادي ورشة ملح. أحبائي صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم بأول فقرة اليوم مع الشيف شادي ومعنا ثلاث دقائق سريعين جدا مثل العادة ورح أعمل ثلاث شغلات بهالثلاث دقائق. أول شغلة بدنا نعملها امبارح بقي عندنا شوي صغيرة من الخضرة المسلوقة، هيدي الخضرة المسلوقة اللي بقيت من امبارح شو فينا نعمل فيها؟ فينا نجي نحط شو ما بدنا عليها من أنواع الأجبان صلصات ونحطها بالفرن، هيدا واحد. اثنين فينا نعملها سوتيه إذا بدنا مع شو ما بدنا كمان من أنواع الأعشاب العطرية أو الثوم أو البصل وكمان نطفيها بشوية حامض، كما انه فينا نعمل كمان نعملها على طريقة الاومليت. انا قرنبيط بروكولي كوسا بقيوا عنا، عندي كمان البيض، عندي البصل كمان المفروم، عندي من الزعتر الحلو بطريقة كمان جميلة بتطلعوا كيف، شغلة كتير هينة كمان على الترويقة بيمشي حالها بتعقد، يعني بتصير مثل كأنه عم نعمل اومليت بالفرن مع البيض، يعني اومليت قصدي مع الخضرة. بنحط لهم شوي صغيرة من البهارات، انا عم حط شوي صغيره من الكمون، شوي صغيره من الفلفل، وشوي صغيره من الملح. واحد اثنين ثلاثه صار عندنا اياها جاهزه، اكيد فيكم تضيفوا لها كريم او اي نوع من الاجبان وبنجي بنسكبها فوق الخضره ويلا بعد شوي صغيره على الفرن، بدها خمس دقائق سبع دقائق بتكون جاهزه. هذا واحد. اثنين رح نعمل اليوم السبانخ الطازه أو إذا مش طازة يا شيف شادي بيمشي الحال، يعني فينا نجيبهم كمان فروزن مقليين، بس كيف مقليين؟ بدنا نعمل عجينة وهيدي العجينة من بعد ما ترتاح شوي صغيرة رح نجي نعملها بولات، رح نجي نمدها نحط السبانخ اللي عاملينهم هلا بطريقة كمان جميلة بقلبها بنسكرها وبعدين بنقليها وبيسمون كمان جيوب السبانخ أو محل السبانخ، فيكم تحطوا شو ما كان بروكولي قرنبيط لحمة اللي بدكم اياه. الوصفة هي كل ثلاث أكواب ونص من الطحين، يعني أنا هون عندي كوبين وهون كوب ونص، بدهم ملعقتين كبار من زيت الزيتون أو زيت النباتي، طلع هون رح نبلش زيت، بدهم ملعقة من السكر، بدهم ملعقة من الحليب البودرة، وعندي بيضة وحدة ورشة ملح. شو بنعمل فيهم؟ بدنا اكيد نعجنهم ومنضفلهم شوي شوي من المي، بس تصير العجينه تبطل تلزق على ايدينا بتكون جاهزه، بنريحها نص ساعه وبنبلش نشتغل فيها. اما بالمقلي اللي انا عندي اياها هون على النار رح اجي هلا، طلعوا انا عندي السبانخ الطازه اللي سلقناهم اليوم الصبح من بعد ما سلقنا السبانخ بالمي المغليه، جينا حطيناهم بعدين بالمي المسقعه مشان يحافظوا على خضارهم، عصرناهم من بعد كمان ما صفيناهم، وهلا رح اعملهم سوتيه شوي صغيره مع البصل ومع الثوم ومع دبس الرمان ومع السمن. شو رايكم بالموضوع؟ هذا رح تكون الحشوه للعجينه اللي انا عم بعملها. بانتظاركم على الساعه كمان 11:40 دقيقه لاربع خمس دقائق تنقدم السبانخ المقليه. غيدا نرجع لعندك. شكرا شيف. بنعرف انه لما عم تركز هالفتره على الدقن، دقن سكسوكي، كيف عم بتجربوا تحافظوا عليها، كيف عم تحافظوا على جمالها، وقلتكم امبارح انتخبوا الشاب اللي عنده احلى دقن، مش احلى شاب، خليها هي تعلق اكثر بشو فيه مع ضيفه.
صباح الخير لمي. صباح النور. صباح صباح يعني ايه صباح؟ كان يقولوا مسحب هالدقن. هلا ما بقى فيه لازم قد ما بيكون مرابيين دقنهم مثلا مثل جان ما بقى فيه يقولوا مسحب هالدقن. هو اللي شو بونجور جان. معنا اليوم جان جديد اللي هو مزين المشاهير معروف عنه. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيكم. كثير مبسوطين اول شيء انه انت معنا اليوم بالاستوديو وانه نحن هلا ورايح كل مذيعينا وشبابنا راح يتعاملوا مع جان راح يروحوا لعنده لحتى ينتبه لهم ويزبط لهم جمالهم. اهلا وسهلا. شو هالدقن يا جان؟ يعني لو قصدي انا استقبلك اليوم ما بتزبط لانه مثل ما قالت غيدا نحن عملنا مسابقه للشباب طرحناها كلهم بعثوا لنا صورهم وشفنا دقون يعني شيء بروس شيء بلا روس يعني شيء كثير حلو في اشياء بدنا نعلق عليها طبعا نقينا الافضل عملنا اول سيلكشن وثاني سيلكشن طلبنا من الناس يعملوا فوتينج هن فامبارح كل النهار تون 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 فوتينج على دينة سحر على دينة سحر وفعلا انا هون بشكر كل الناس لانه اجينا فوق ال 400 و500 لايك على الاشياء وعلى الصور ونقوا هن برايهم مين اجمل دقن بس قبل ما ننتقل لهالصور بدنا نحكي شوي عن جان يلي هو ضيفنا ونحكي عن تاريخه لانه جان اسم بعالم التزيين هو نساء ورجال مش بس رجال على الحل بس نحن سوري محتكرينك للشباب ما اصلا انا يعني اخذ لاين للرجل لانه ما كان حدا يحكي يجيب سيرته للرجل صح. وفضلت انه اكون انه اكثر شو خبرني امتين بلشوا لانه انت صار لك زمان انا بلشت بالمصلحه بال 86 فتحت المحل صح بس اخترت كنت اشتري الستات واخترت انه فوت كمزين رجالي تسلط الاضواء على الرجل لانه ما كان حدا يجيب سيرته كان يقولوا حلق ايه انه حلق شو حلق انه بيروح بيحلق دقنه يعني وخلص يعني شو مظبوط بالعكس وبده شغل كثير كمان في لوك للرجل طلعي باحلى طله لانه صح صارت موضه وصارت تعرف هلا الشاب عم بيطلب اكثر من لحتى اكثر من البنات بيهتموا بحالهم وكان فضل تعرف على ايام سوبر ستار وقت بلشنا نشتغل كمان انه قد ايه كنا نعمل تغييرات باللوك هلا عم نشوف بعض الصور كلهم السنه بنقول هلا السنه السنه شفنا قبل الفنان هاني العمري ايه صح شفتوا هذا شخص بين حدا مسؤول بالدوله لحتى بيو كان كثير انه مصر انه يشيلها نعم فكمان خففنا له اذا بتلاحظوا كيف هالدقن الشوارب صار لها دور بهالدقن اكثر، يعني قبل كنا نشوف يطولوا دقنه بس تعرف كله سوا مع مع الشنب، صح. هلا صار الشوارب عم يشتغلوا عليهم بطريقه حلوه، هون مع ميشيل ميشيل افترياد وصح اوكي ميشيل سبق كمان بفتكر دقنك انت هي اللي ظهرت، صار مش عم تشوف الناس قد ما حلو دقنك ما انا امبارح انطلب يعني كل شيء كانت قصه سريعه لا بس كثير حلوين الصور ما لحقت اعمل لك ابدا معلش مريض بعدين هلا مريض على كل نحن اذا بدنا ناخذ كل الناس يلي بيجوا لعند جمعة بدنا حلقتين بدنا ثلاث حلقات لناخذ كل الصور في عندنا كمان جوزيف حوي اسم الله عم بضل كل يوم يظبط لي دقنه لانه كثير يوم اي يوم لا احسن شيء جوزيف وقتها اجى قال لي لما انا شو رايك بدي اروح قلت له يعني ما لازم نعرف عنه لجان لانه صار له او من اول ناس بلش بها المصلحه بالاخص مع الشباب وحلوه كثير دقنه كمان لجوزيف ايه لبقت له بده يشترك وفي ناس ورانا بغاروا كثير بحب ذكر كانوا حابين طولوا دقنهم شالوها بس انا نصحته لشيف شادي طول دقنه لازم نعمل نغير له اللوك غير له اللوك رح نشوف نحن وياك هلا صور خمس شباب يلي هن بقيوا للاخر بالمسابقه ورح نبلش باللي اجى اقل تصويت لا يلي اكثر واحد اجى تصويت معنا رح نبلش باول شخص عندنا نسيب اشقر طلع له 12 صوت من التصفيات منيح طلع له 12 صوت منيح طلع له 12 صوت على كل هون بدي بس تعليقك بحال عندنا دقن خفيفه بتحس انه عنده هون بجهه خفيفه عنده مثل كمان اقوى من اقوى هي تحت الجلد يعني اللي ما بيطلع ما يعني بيطلع فيها في اوقات شوي بيكون مثل بعضها بس هو عنده مشكله مبينه اخف من ميله ميله اليمين اخف صح. من الشمال بهيك حاله انت شو بتنصحني لحبين يعني كل عندهم
مثلا يمكن ديرتي بيرد مش اضبط من ما خليها تطول ما بتقعد تبين الفرق هالقد. لا المفروض انه هو الميلت اللي فيها سميكه اكثر انه يخففها يشتغل أكتر. يشتغلوا عليها لحتى تبين في بالانس. ايه بالانس مزبوط. وفي كمان تريتمنت انه الزيت بيستخدم انه بيطول شوي بيعبي شوي بغذي من زيت العنب بيضاء من يعني معمول اوكي في لقيه بالمطارح يعني اكيد مش وين المكان. نعم بتصير انه شوي اذا بحب دقنه قويه بيقدر يغذيها لتبين الدقن ملانه. على كل هدول النصايح كثير مهمه. في كمان دواء انه لحتى نحن عم خصوصي للدقن معي هذا عشان ينظف صح معي جبته لحتى معي البركي اذا حبيته تحطوه او بدناش نعمل داعي عنه بينظف الدقن وبيخليها انه تعرفي فيها اوقات الدقن قد ما تنظفي بضل معلق فيها اشياء بكتيري بالدقن شامبينيون او انه يعني بتعمل لها تريتمنت بتنظفيها خصوصي للدقن عملته شغلنا عليه من الاعشاب من دون الكحول من دون كحول. شو سمعنا؟ بده يربي دقنه بده يهتم فيها مش انه ربيناها ومشينا صح في شغل بربي دقنه هو يتعب فيها هو يتعب فيها لانه بيقولوا هو مربى دقنه هو يتعب فيها هو يتعب فيها. تاني شخص معنا جاد يونس. جاد يونس طلع له أكتر. أنا من الناس اللي كتير حبيت دقنه اسم الله يعني أول شيء شاب مثل القمر اسم الله دقنه ملينة حلوة يعني فل بتحسها شوارب مرسومين مثل حواجبه إذا طلعت شاغل على حاله 100% يعني من الشباب اللي أنا لقيتها دقنه كتير جميلة. رح ننتقل للشخص اللي وراه عبد الله قدماني. اوكي هيدي الديرتي بيرد. طيب ديرتي بيرد كثير حلوه مثل ما بدي اسالك سؤال لانه عبد الله هون مبين عريس عريس هون هيك لانه وجهه هيك لحتى بلا دقن ما بيلبق له ببين لانه ملان وجهه ببين كثير كبير. سؤال هون بما يختص الدقن اللي ديرتي بيرد بتشوف في بعض الشباب بيتركوه هالقرى اللي تحت الشفه واوقات بينطفوا كثير بهالزاويه بتطلع مرسومه مثل العين. نحن كنا نقولها هيدي بعدها بنقولها مثل فادي لبنان كان يرسمها اول يرسمها رسم ما حلو بتطلع كانه عامله تاتو يعني كانه عامل تاتو وقتها هو دراجها وما عاد كله كثير في عمله متره يعني هيدي ما بقى درجه الرسم الرسمي ما بنرسمها. هلا الدقن يلي كثير سوداجا اوقات بتنقص بتكون قاسية. انا دايما بنصحهم يكسروا السواد مظبوط 100% نكسر سما مثل ما بيقولوا صح. بلا ما نصير شقر لا يعني اكيد شقر هيدا اللي بدنا نفهمه مش خافوا يعني فتت هون بالاوفر ساعتها صرنا بالاوفر كيف نكسر اللون الاسود في كمان شيء زيت بنحط بروبي على الدقن بيفتح يعني طون شين يعني واحد مظبوط شيء بسيط يعني بس ما تروح تفتح اكثر لا لانه لا بس ما بيكون عندهم شيب يعني ابدا يعني فيها كأنك كنت على البحر ايه كأنك كنت على البحر وعم تاخذ من لون الشمس عرفت ايه كيف شوي شوي بتفتح بس كثير عيب اسودا وما يعني بتعبق على وجهه بتعبق على وجهه صح هيدا ما بيعني انه الشيب بالعكس الشيب كثير حلو عم نحكي اذا كثير سودا الشيب لحتى انا ضد انه يشيلوا الشيب بالمره اكيد انا ولا مره ذكرت انه يشيلوا شيب الا اذا ايه مطارح كثير من هيدا مش تكسريه او شو بدك تظبط تكسر شوي منهم يعني بتشيلي بتعنيه مثل كانه عم تعملي هايلايت يعني باللون وبدهم يهتموا الشيب بيصفر الابيض بالشعر وبالدقن شايبه هيبه شايبه هيبه الابيض الموجود بالشعر شعر او بالدقن بيقدر يصفر خاصه اذا بيدخنه انا في ناس بيقولوا لي انه مثلا انه انت عاملها بيضاء يا عم لا هي هيك هيك بتطلع بمحلات اكثر من محلات صح فاذا بتدخنه بدكم تنتبهوا اوقات بيطلع الشنب بيصير الشوارب بيصيروا صفر من الدخان في تريتمنت بنحط على على الشوارب لحتى حتى الشعر الابيض اوقات بيصفر شامبوان سيلفر سيلفر بيصير بيعطي على فضي بيطلع الشيبه كثير فيها لمعه فيها نظيفه ونظيفه وما فيها الصفار يعني بتسحب منها الاصفر. عنا مصطفى جيزي يلي طلع له حكينا عنه امبارح مصطفى يعني يعتبر نمبر 58 صوت حبيت شغلة حكيت عنها أنا جان امبارح عامل ريل لوك يعني لاحظ وتقص شعره في عندك هالفراغ بين شعره ودقنه هالمساحة درسها مدروسة يعني مش عملها كيف ما كان ولقدام انا حبيتها والبرهان كمان اجى يعني اصوات المشاهدين حبوها المشاهدين حبوها
سؤال قبل ما ننتقل لاخر شخص معنا يلي طلع له اكثر نسبه تصويت. الدقن وقت ما بيكون عندنا رقبه طويله ما مفروض تبلش من هون، يعني بتصيروا من هون انتو تعرض رقبتكم، مفروض تتنظف وبترك مثل ما جانتي بي لو دفعت لك مش هيك. لو قلتوا بليز جان بليز جان طول دقنك مثل ما نحن بدنا، اذا بتشوفوا دقنه لجا من هون اخر بدك تخففيها إيه لانه ما بتصير رقبه قصيره مثل ما عم تقولي وتيجي تطول الدقن بصير مبين راس بلا لا بتصير بافات عادي يعني عرفت كيف؟ ما بعد يبين هالشيء. وكل الشباب لازم ينتبهوا، بدكم تطولوا دقنكم، بدكم تعملوا دقن بتلبق لوشكم ولجسمكم، يعني ما في اقبع راسكم واعمل الدقن بتلبق لو كون مثلا انا ماني كثير طويل. اذا انا ماني كثير طويل بدي يكون في هو عم بيروح كمان انه يكون يعطي مزوي فيزاجيست صح الفيزاجيست مش مهم انه قصينا وحلقنا مش حلاقه ما في شيء اسمه حلاق في مزين في شخص هذه كنا عم نشتغل عليها من زمان وضلنا نحكي انه لحتى انه بالعكس انتبهوا انه لازم تطوروها للمصلحه ولازم يصير ينحكى مثل ما بينحكى عن الامراه عن يصير انه بالانس يعني مزبوط انه مزين الشعر ومزين الشعر عند الرجال مزين اللحى كمان بده يكون عنده نظره بده يفهم البروبورشن باوروبا صار في عندك صالونات بس خصوصي للدقن بس للدقن يعني وين كانت هيدي على فكره بالخليج كمان الخليج صح اشطر ناس بالدقن يعني بيهتموا كثير وعنده الناس بتفوت على الصالون تركيز تركيز معين عندك فرع معين بس للدقن لانه بيبقوا بتعرفي ما في اهتمام بالشعر حاطين اوقات ايه عرفتي كيف؟ بسموه بحطوا الغدرة على راسه صح بس حتى لو ما هيك هن كثير بيهتموا بتقولوا وتقولوا كثير حلوه عبيه هلا لحتى ما نضيع كثير وقت رح نشوف مين اول واحد انتم انتخبتوا واعتبرتوا انه عنده احلى دقن عندنا خالد منصور 72 صوت لحديت ما وقف التصويت لانه تركنا التصويت نحن ماشي اوكي انا بفتكر انه اجمل هو شاب. ايه لانه اول شيء هيك نورمال هيدي ايه ديرتي ايه ديرتي ولبقت له وفي يطلع فيه لكل يوم لاي مناسبه هلا مثل انا لا انا ايه بحكيك لو انا عاملها هيك لانه انت فنان نرجع قلت لهم الفنانين بيقدروا يلبسوا دقنهم بطريقه فانكي اكثر بس مثل ما شفنا هون انه خالد اول شيء مبروك لخالد خالد انا يعني اذا انت عم بتشوفنا معك عندك بعد وقت لحتى التلفن تحكي معنا مباشره مبروك اكثر شيء طلعوا له اصوات هيدي الدقن هاللحيه هيدي بتزبط ان كانوا عم يشتغلوا ببنك بمحل رسمي بمحل ارتستيك بالفن بتعرفي انه مثلا جان بينشحط من البنك ايه مضبوط ما الاستاذ اللي حكيتك عنه انه شنه له دقنه كان مقدم على البنك ولا ممكن فرضوا عليه وشلت الدقن كومبليتلي خففتها ولا شلته؟ مثل الاستاذ مثل الاستاذ اللي رابح اليوم خالد هيدي منا مقبوله يعني ايه مظبوط خالد منصور مبروك طلع لك اكثر عدد من الاصوات انا بعتقد انه انتخبوك لانك حلو كثير قبل الدقن وبعدين اجت الدقن انا بالنسبه لي رايي كان جاد يونس اذا لانه نحن عملنا مسابقه للدقن جاد يونس انا كان من الناس اللي اكثر دقن حبيتها اللي هو ثاني شخص معنا صح. ومصطفى جيزي كانوا اكثر شخصين انا كنت مرشحتهم لانه عم نحكي عن الدقن بالذات يعني مش بس الجنين دقن كلها كقالب كامل البرهان هو كان عنده اكثر اصوات بعد خالد خالد قدر حكي معنا ما بعرف اذا هو عم بيشوفنا على الهواء معنا بعد ما في اتصال اوكي جون بعد في بس هيك نحن وناطرين بركي ان شاء الله يكون عم بيشوفنا انت شو حابب تربحه لخالد لانه هو اللي ربح معنا وانت كنت حابب تقدم له فاوتشر نحن بنقدم له لحتى اللوكينج لكل شيء شعره لدقنه واهتمام وبليز حنعطيه برودوي يعتني فيهم لدقنه بما انه هو بيحب الدقن طول دقنك لحتى تحرس ما مش ضروري يطولها بس انه مثل ما عملها ليحافظ عليها نعطيه تريتمنت لدقنه تريتمنت وبيجي لمده شهر ساعة اللي بده بيظبط حاله سمعت خالد؟
طيب رح يغاروا الشعب كله. لا البروجرام حلو وكثير عم تضوا على هالشيء لانه كمان هيدي موضه وكنتوا انتم السباقين بقصه الدقن. الدقن كثير مهمه على فكره. هون بس بدي اقول للناس انه اجاني كثير اتصالات، اجينا كثير ميلز، وحرم في شخص اليوم بالذات بعت لي على الانبوكس عندي. ما يقوموا بكره يصير يترشح طول داعش يحطوا. لا 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 نحن دقن الفنانين عم نحكي عنها. فهيدا الشخص اللي حكي معي على الفيسبوك قال لي انا بدي اشترك معك، بعتذر منك نحن خلصت المسابقه بس اكيد رح يصير في عنا غير مسابقات. انا علاقه بالشباب ان كان بشعرهم ان كان بالدقن ان كان باهتمام بالوجه بالتنظيف، لانه دائما كمان الشباب بدهم يهتموا بجلدتهم. ونحن كثير بنشكرك جون لانك قدمت هالجائزة ولو وتعاملنا معك ان شاء الله طويل، ورح نكون عندنا كثير لقاءات ونروح لعندك ان شاء الله نصور شبابنا كيف عم تهتم فيهم. اهلا وسهلا ريلوكين. بفتكر هي كل شيء كل اليوم. ميرسي كثير جو. ميرسي لكم. بنشكرك كثير. وبتوعدي فاذا الشباب باكستنشن مثل ما مش اكستنشن شعر، لا اكستنشن لحلقات ثانيه كمان لهم علاقه بهالموضوع، بتعملي لهم مسابقات ساعتها بيقدر الشخص اللي بعث لك اليوم واي شخص حابب كمان يرجع يشارك مره ثانيه. تمام خلص الوقت. فينا نزيد شيء؟ بدك تقولي كلمه؟ كلمه صغيره؟ قولي. جون بالنسبة للناس اللي عندهم فراغات. لا ما منلحق نسأل. ما منلحق. لا سؤال. نخليها لبعدين. نخليها لبعدين. في كثير لحظات. طرحوا علي سؤال إذا بنحطلهم إكستنشن. نرجع نكسب جو مرة ثانية. مرة ثانية. شكرا لملوم، نشوفك الأربعاء الجاي إن شاء الله، رح نتابع بعض لحظات معك إندا، خليكم معنا.